الوالد بعد 6 سنوات بالضبط قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية، رجعها متزوج ولديه ابن أحمد وابنة أريج عام 1972. لم تخني ما ذكر ليها الوالد أنها في شهر سبتمبر عاد متسلحا بشهادة الدكتوراه في إدارة الأفراد في الجامعات، وعاد كان هو منسوب جامعة الملك عبد العزيز ذيك الفترة، فمفروض يعود دكتور فيها. ولكن من محاسن الصدف بالنسبة للوالد أن في دكتور آخر، دكتور عبد الله نصيف من الرياض، يبغى ينتقل لجامعة الملك عبد العزيز، والوالد يفضل يكون بين أمه وأخوانه، فصار العملية التبادل وانتقل الدكتور عبد الله نصيف إلى جامعة الملك عبد العزيز، وانتقل الوالد إلى جامعة الملك سعود، أو كانت تسمى جامعة الرياض آنذاك، كلية التربية أستاذا فيها. كان وقتها والدتي انتقلت إلى الرياض هي وأخوتي من أمي، وكانوا ساكنين في مسكن في منطقة المربع، وهو أتى ليس عنده مسكن ولا عنده شيء، فجاء على طول واستأجر منزلا قريبا من ما يسمونه بشارع العصارات الآن في مدينة الرياض، ونقل أخوي عبد الله عبد العزيز معه للسكنة معه. عبد العزيز كان عايش عند خاله، وأنا كنت عايش عند كما شرت ابن عمي وزوج أختي. فانتقلنا عنده رحمة الله عليه، وهنا بدأت حياتنا وتغيرها تغيرا كبير. عشنا يعني في نعيم، في حياة لطيفة، بدأنا نعرف الأكل المنظم، الفطور، يعني حياة الرغد. وكان يعني هيئ لنا غرفتين، أنا عبد العزيز وحدة لي وحدة عبد العزيز، وهو وأسرته الصغيرة، وبدأ يتوالوا الأبناء ما شاء الله. كان في هذا البيت الإيجار، ثم تعين في كلية التربية، كان أستاذا مساعدا. لكن الوالد كان يقول دائما اعمل في مهنة أنت تعشقها وتحبها، فيبدو هو كان يعشق مهنة التعليم، ويعني وكانت هي يعني على قولتهم متعته في الحياة، ما دخلها كمهنة يحصل منها على رزق ويفتح فيها بيت، لا، هي كانت بالنسبة لها رسالة، ولآخر لحظة وهي رسالة الله يعفو عنه. الوالد أمضى في جامعة الرياض في قسم كلية التربية 7 سنوات، 4 سنوات فيها كان أستاذ جامعي، وطبعا المراتب اللي في القضية الأستاذية حصل عليها في وقتها، لأنه كان يعني يتابع بحوثه ويقدم أول بأول. آخر 3 سنين اللي هي من عام 76-79 أصبح عميد كلية التربية، وهذه من أفضل سنوات حياته حسب كلامه، لأن صار عنده فرصة أكبر يطرح أفكار التربوية على كلية التربية، من كونه أستاذ إلى عميد.